ان غادي ناخذوا ان في كل نهار يعني في هذا الاسبوع اللي جاي عندنا 5 ديال المحطات غادي نوقفوا فيهم. هذه هي الاولى واللي غادي نقدموا فيهم كل نهار التزام اشنو هما الاجراءات اللي فيه باش يتشرحوا وباش نحاولوا يعني نفهموا واش حنا في الصميم ولا حنا ماشي في الصميم، واش غلطنا واش ما غلطناش، واش كاين دي شوز كيفوا اميليوري او لا. هاد اذا اليوم غادي نتكلموا، غادي ناخذوا وحده من كل وحده باش نعطيكم يعني بعض الامثله. اولا اول التزام اللي تكلمنا عليه هو الحمايه الاجتماعيه. كاين مشروع كبير يعني وطني وشملكي كبير ديال لا روتريت للجميع المستقبل ان شاء الله، ولا كوفيرتور كذلك ميديكال للجميع اللي الحكومه الان كتنزلوا ونتمنى الله انه يتنزل في احسن الظروف. وهذا الشيء خص اللي ينزلوه خص اللي يوقف عليه واللي يدير دي كونسيبت اللي هما في المستوى ديال المتطلبات ديال المواطنين. ومن الالتزامات اللي غادي نجيبوا بها ان شاء الله في هذا يعني البرنامج ديال الاحرار، هو تعرفوا بانه الغالبه اللي عندهم 65 عام اغلبيه واحد العدد اللي ما كانوش في سيستيم دو روتريت، ما عندهمش الروتريت ديالهم وما عندهمش الامكانيات ديالهم، وولادهم او بناتهم هما اللي هازينهم. ولكن اليوم ظروف صعيبه، اليوم هذوك الناس اللي هازينهم حتى هما عندهم اشكاليات يعني في العمل ديالهم وفي لومبلوا ديالهم. دونك لابد ديورجونس زعما ان شاء الله انه نوقفوا مع هاد المغاربة اللي عندهم اكثر من 65 عام اللي هما الشيوخ ديالنا واللي ما يمكنش سميتو. فلهذا حنا كنقترحوا انه في افق اخر يعني سنه من يعني من الولايه الانتدابيه، شكرا، من الولايه الانتدابيه انه يوصل لهم 1000 درهم لكل واحد في كل شهر. مع العلم انه كنقولوا بانه خصنا نبداو من 2022 وحنا كنطلعوا حتى نوصلوا ل 2025 ان شاء الله. ثاني التزام اللي كنقولوا بانه واجب عندنا باش نقدموه يعني وناخذوه للمواطن، 300 درهم للشهر للوالدين اللي عندهم واحد الولد كيقرا. علاش؟ لانه الولد، هذا الولد اللي كيقرا، هذا الطفل اللي كيقرا، خصنا نكونوا متيقنين بان غادي يبقى يقرا وبان غادي تعطيه الامكانيات وتبقى ما يكونش الهضم المدرسي وتعطيه الامكانيات انه تحسن الحاله ديالو. كما انه كنقترحوا دائما في هذا الشيء هادو سيغتان ميزيور ماشي كلهم، مازال في هذا الاسبوع كله غادي نطلقوا ان شاء الله لي ميزيور كلهم اللي كاينين. كنقترحوا واحد المنحه ديال 2000 درهم على المولود الاول ديال المراه. علاش؟ ولكن هذا الشيء بالتزام مع الفحوصات المجانيه والاجباريه، يعني الدوله خصها دير واحد على الاقل 3 فيزيت بو لا فام غراتويت، لان بغينا المواليد اللي غادي يكونوا صحاح يكونوا بصحتهم، وهذا الشيء ما غاديش يخلي ان يكون واحد الثقل واحد العبء على يعني لا سوسيتي ديالنا. وكذلك انه يكون التلقيح، يعني التلقيح ديال لونفون هاد 2000 درهم بلي ما تعطاش حتى يكون كاع لي سيري ديال لي فاكسان ديال لونفون، باش تكون لا سوسيتي ديالنا من الاقل من الاول ديالها مع الزياده يعني الاحترام. هذا اللي تكلمت عليه الان هو ثاني التزام. الثالث ديال الالتزام هو كيهم الصحه. نعطيكم ان اكزومبل الصحه، بيان سيغ في مسار الثقه تكلمنا على طبيب الاسره، تكلمنا على المسار الطبي، تكلمنا على واحد يعني العدد ديال المسائل واللي غادي نرجعوا ليها بالديتاي وداك الشيء. اليوم نتكلم لكم على نقطه مهمه، بغينا اصدار ديال البطاقه ديال الرعايه. بطاقة رعاية باش اللي عنده التغطية الصحية تكون عنده الإمكانيات أنه يستعملها.
بعدا ما غاديش ما يكونش غميد ما يكونش لايمو. هذا صاحبي ديال راجع بالحل بانه لا كوفيرتور سوسيال لتو الموند. ولكن حنا كنقولوا خص يعني كنقولوا خص واحد يعني واحد لاكارت اللي غادي يستغلها المواطن واللي غادي يمشي يداوى بها. لان هذاك المواطن شحال من واحد فيكم كيمشي الى الى ولا من عائلتكم ولا هذا الله يبقي الباس الى الى مشى لكلينيك كيقول لي حط الشك عاد دخل خصو حتى عطي لاكارت غادي يخلص لاكارت. كنقولوا واحد العدد فيكم عندهم ديال المواطنين عندهم امراض مزمنه وخصو يمشي يشري لا فالدواء من عند لا فارماسي وهذا ويدير يدير يطلب لو رومبورسمون ويتسنى وشوف وهذا ومع الوقت وما عندوش امكانيات ما عندوش حتى باش يخلص. دونك هذا الشيء لابيل وتيغ بيان انه يمكن غدا بعض الامراض نقوموا بانه لاكارت ديال الرعايه اللي يمكن تخلص. انا كنقول له بطاقه رعايه هذه راه ماشي اسم صافي جينا وحطيناه هذا سان سامبول تعطاه الاسم اللي جا من بعد ما كاين حتى مشكل. ولكن لو برانسيب انه تكون واحد البطاقه ديال التكفل المباشر لصندوق التامين الصحي بالعلاجات والادويه اما جزئيا اما كليا. هذا الشيء غادي يكون ان شاء الله في المستقبل. رابع التزام. رابع التزام وهو مهم. كتعرفوا بان اليوم حنا في الكوفيد وكاين مشاكل ديال لومبلوا وديال الشوماج وكاين مشاكل ديال لا ديستركسيون دو لومبلوا. والله غالب زعما هذا ماشي هذا ماشي غلط ديال الحكومه ما هذا الشيء كاين في العالم كله لان هاد الظروف اللي كاينه ما غاديش تخلينا انه. ولكن ان شاء الله انتم شفتوا بعدا غير الاسبوع مع لي زانونس ان الامور بدات كتحرك والناس بدات كتخدم والنشاط بدا كيرجع وان شاء الله غادي يكون اكثر فاكثر الى حافظنا على لا ديستانسياسيون سوسيال وعلى لي ماسك يعني في 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 في, في المستقبل. ونتمنى الله ان المغاربه يعاونونا باش نبقاو خدامين يعني ويبقاو وليداتنا عندهم الشغل. مي راه واحد 600 الف منصب شغل اللي غادي يضر من هذا الكوفيد. 600 الف شغل اللي يمكن تمشي. ولكن الاعاده ديال لاكتيفيتي غادي ترجع فيها ان شاء الله واحد العدد كبير. ولكن ما كافيش لان كاين الشبان اللي كيجيو من الجامعات كاين الناس اللي كتدخل سوق العمل كاين هذا الشيء دابا اللي ما غاديش يعاود ينوض من الكوفيد وهذا. فنحن داخل التجمع الوطني في هذا البرنامج ديال الاحرار كنلتزموا بخلق مليون نصف مليون منصب شغل يعني في السنوات المقبله ان شاء الله. وهو فيه كيفاش غادي نخلقوا هذا المليون ديال مناصب ديال الشغل في هاد 5 سنين اللي جايه ان شاء الله. اولا غادي نديروا واحد البرنامج طارئ على 250 الف شغل يعني بور لي برامج ديال الاشغال الكبرى ولا العموميه ولا الصغرى بو اوكيبي لي جون لا وبرامج اجتماعيه كذلك بو اوكيبي لي جون افيك دي سالير. لانه الوقت صعيبه خصنا نعاونوا الناس انهم يعاودوا لا غيانسيرسيون باش يدخلوا في الاقتصاد ويبقاو خدامين. يعني الدوله خصها تعمل هذا المجهود باش تخلق. دابا شكون اللي غادي يخلق؟ واش غادي نستناو الناس تخلق الحركه بوحدها ولا غادي ندفعوا الناس باش تخلق الحركه؟ وهذه 250 الف ان شاء الله كنتوعدوا بها بانه غادي نديروا برامج وغادي نقدموها ان شاء الله. نقول لكم كيفاش يعني خلال هذه الجوله اللي غادي نقوموا بها. و بيان سور لو ريست راه كاين القطاع الفلاحي راه عنده برنامجه، قطاع الصيد البحري عنده البرنامج ديالو، قطاع القلاع الصناعي عنده برامج ديالو، القطاع ديال السياحه والارتيزانه والسيده الوزيره مشكوره حاضره معنا في هذا الاجتماع كنرحبوا بها في اكادير انه ان شاء الله غادي ياخذ الطريق ديالو عما قريب وغادي يكونوا فيه النتائج ان شاء الله وغادي تعاود تحيا من بعد الكوفيد. وبالعكس الناس غادي يكون عندهم بليس دونفي باش بو فواياجي بو اي بو غاني وغادي يكون ان شاء الله عنده واحد الافاق اللي هي كبيره واللي غادي تخلق لنا مناصب الشغل اللي هي كبيره. هادو خمسه
ديال الاجراءات الاولى اللي بغيت نبارطاجي معاك اليوم، بغيتكم تسمعوهم. باقي 20، باقي عندنا الوقت ان شاء الله فين نقدموهم، وغادي تكون مناسبه انه غادي نقدموهم مثلا غدا غادي نكونوا في مراكش ان شاء الله اختي مغرب، باش غادي نقدموا التغطيه الاجتماعيه والصحه، ومن بعد عندنا مدن اخرى غادي نمشيو ليها وغادي نديروا لا كونكليزيون، وغادي نكونوا متدخلين زعما مختلفين وكل واحد يعطي الراي ديالو. بغينا انه ان شاء الله يكون هذا البرنامج مفهوم سهل واضح، دي زوبجيكتيف شيفري كما الوزراء ديال الاحرار عندهم يعني لابيتود باش يعملوهم، باش ياخذوا التعهد ديالهم، وباش نقدروا نبنيو كذلك المستقبل ديالنا ديال هذه البلاد اللي بغى صاحب ديالها. وحنا مره اخرى كنقول بانه حزب ديال التجمع الوطني الاحرار عنده كفاءات، عنده رجال ونساء اللي هما قادرين يحملوا مشاريع كبيره وقادرين ياخذوا دي ديفي، ولكن حنا اليوم في طور يعني باش نتشاركوا معكم هذا البرنامج ديال الاحرار اللي هو يعني في لاديان ديالو قريب من الفون ديال النموذج التنموي، وحنا قادرين بانه نزيدوا به القدام ان شاء الله، لانه عندنا طموح للبلاد، عندنا طموح باش نتعاونوا مع سيدنا باش نزيدوا بهذه البلاد الامام، لان هذه بلاد كبيره. شكرا لكم جميعا. شكرا اللي قبضتوني هنا معكم، باسكو قالوا لي لا نسيتي واحد لا مزيون ما قلتيهاش وهي مهمه، ولكن انا ما قلتهاش اليوم نقولها يعني هذا، ولكن نقولها اليوم اللي كتهم التعليم، لانه ما تكلمش على التعليم، تكلمت على الصحه، تكلمت على التغطيه يعني التغطيه الاجتماعيه، تكلمت على الشغل، بقى التعليم. التعليم بيان سور كاين واحد العدد ديال الاجراءات اللي هي جد مهمه، اللي كتهم الطيف، اللي كتهم لا كونتين ديالو، طونسبور، لو كونتوني وهذا، ولكن كاين شي حاجه اللي مهمه اللي بغيت نتكلم عليها هي الاستاذ. استاذ حنا في واحد لو سيستيم في المغرب اللي الاستاذ كيدخل واحد الصالير، كيدخل جون، ما كانش كيدوز على المدرسه ديال التكوين ديال الاساتذه، دونك واحد لاسبي ديال البيداغوجيه اللي كان يمكن يكون ناقص، اليوم الحمد لله ولات لا فاكولتي دو ليديكاسيون، يعني انه هذا مكسب كبير، ولكن باقي ما تعممش، سي امبورطون. كيدخل بواحد لو سالير اللي هو قليل، ولكن من قليل كيكون لو بلو با ديال الباسان ديال الميديتراني تقريبا، يعني ملي كنديروا البنش مارك. ولكن الاساتذه ملي كيخرجوا في اخر المطاف في لا روتريت، لي سالير ديالهم سون لي بلو ايلفي كو زعما اكثر من المعدل اللي كاين في دونك شكون اللي كيربح النقاط هي الاقدميه. اقدميه مزيانه خاصها تبقى، ما كاين مشكل، ولكن خاصنا في الاول ناخذوا لي ميور مخيرين، ماشي هي اللي جا بغى يدخل. فلهذا يجب انه هذاك لو سالير اللي اليوم ديال الاستاذ اللي هو ديال 5000 درهم باش يدخل يقوي الولاد، خاصو يطلع ويوصل على الاقل واحد المستوى، وهذا كذلك سي ان اونجاجمون ديالنا، يوصل 7500 ديال الدرهم من الاول. وغادي تقولوا لي غادي تقولوا لي ايوا هذوك الاساتذه اللي عاد دخلوا اللي سميتو ما خداو شيء، لا ميزانيفو ديالهم انه خاصو يدير التكوين المستمر ويدوز ذاك الامتحان ديالو ويولي حتى هو بانه قادر باش يقري وليداتنا بالمستوى اللي كاين وياخذ يعني هذا. ها باش من باش ما نغلطوش، انا لا حنا هنا لا نتكلم
يعني كمسؤولين حكوميين، حنا نتكلم الان كمسؤولين حزبيين اللي عندنا لي شيونس ديال الانتخابات واللي غادي نمشيو ليها، واللي عندنا برنامج واللي بغينا ناخذوا فيه دي زونغاجمون فيرم مع لا بوبولاسيون، والى وصلونا مركز القرار غادي نوريهم حنا ديال التنفيذ. اذا شكرا لكم، شكرا لجميع المدن. هذه مناسبة كذلك نتكلم على 100 يوم 100 مدينة، ونتكلم على واحد العدد ديال المدن، وخصكم تشوفوا المغاربة لا ديفيرسيتي ديال الطلبات ديالهم، راه ماشي يعني كل مدينة بالمشاكل ديالها وكل حي بالمشاكل ديالو، ماشي نفس المشاكل في المغرب. دابا أزمو اش طلع بأنه الناس ما فرحانيش بالواد الحار اللي كيكون في الواد ديال المربيح. وإلا مشيتي الأسى كيقول لك كيتقطع الموضوع ديما، زعما سوفون كيتقطع الموضوع. إلا مشيتي ليوسفية كيقول لك ما عندناش المركز ديال الدياليز.